أهلا بكم. اهتمت معظم صحف بيروت بإبراز الحملة التي انطلقت أمس لإزالة الصور والشعارات السياسية من مدن بيروت وطرابلس وصيدا، فيما بقي الاهتمام مستمرا في الصحف حول نتائج المحادثات التي أجراها الموفد الفرنسي فرانسوا جيرو في لبنان، وتمحورت حول استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي الوقت نفسه مرت أمس الذكرى الثالثة لغياب الوزير والنائب السابق نسيب لحود مؤسس حركة التجدد الديمقراطي، ومن أركانها أمين سرها الدكتور أنطوان حداد الذي سنستضيفه اليوم في حوار شامل. أهلا وسهلا بك دكتور حداد من جديد. أهلا فيك، شكرا رولا، وصباح الخير للمستمعين للمشاهدين جميعا. بالقسم الأخير من الحلقة رح نخصصه لنتذكر سوا معالي الوزير نسيب لحود قديش كان يعني قارئ للمرحلة قبل حصول الأشياء، يعني وهالأمر اليوم بالبرومو شفته عم بيقدم ترشيحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، قديش اليوم نحن بحاجة لرئيس جمهورية، على ماذا عمل الوزير لحود وكيف ممكن أنه نبني على اللي بلش فيه بالقسم الثالث من الحلقة. إنما الآن سنبدأ بالحدث الأبرز يلي اهتمت فيه الصحف، وهو رفع الشعارات والأعلام والعبارات السياسية من الشوارع من صيدا بيروت وصولا إلى طرابلس. أرمو حمصي بكاريكاتير النهار رسم كتاب رفع غطاء مع قلم وإلى جانبه عدة يدوية لإزالة صور السياسيين. يبدو انه الكاريكاتير منه جاهز، يعني هل برايك هل اللي صار بالامس واعتبر بمثابه انجاز كافي وحده لازاله اجواء الاحتقان لتهيئه النفوس للهدوء في المرحله المقبله؟ ما حدا بيزعل من ازاله هيدي المظاهر، يعني على تواضع الخطوه اكيد، يعني خلينا نقول بالاتجاه صحيح، بس خليني كمان بنفس الوقت حتى يعني المواطنين يكونوا على اطلاع حول حدود هذه المسألة. هاي مثل ما بقولوا فواتير متأخرة من 7 أيار، يعني كل هذه المظاهر اللي احنا شايفينها هي كانت استمرار ناعم ل 7 أيار، يعني للأسف الشديد عم أقول هالشيء مش مذكي. عند الفريقين يعني في فعل دائما وردة فعل، يعني طبعا في فريق بالموضوع مش عم بحكي بالسياسي ما بعرف يعني اليوم كيف هو ميزان القوى، بلكي من لا، بس بالميدان أكيد في فريق قوي وفي فريق ضعيف، يعني عم بحكي بالميدان، يعني أكيد مشان هيك في فعل يعني وفي ردة فعل بهيدي المسائل. وأنا برأيي حتى يعني كمان نحط الأمور بنصابها، مثل ما قلت كلها هاي من مخلفات إن شاء الله تكون زالت نهائيا، يعني مش انه بعد فتره يرجع، يعني مجرد ما هيك يعني بسحر ساحر بينكبس على الزر وبتنزل كل هذه المظاهر المستفزه اللي كنا يعني عشناها، صرنا 10 سنين عمليا، 7 سنين. يعني هل بتوافق يعني على توصيف الخطوه بالانجاز؟ لا ما علي، يعني انا يعني بحيي الشيء اللي صار وبعتقد هو ثمره جيده من ثمار الحوار، بس لا هيدا يعني حتى ما نغش المواطنين، هيدا مش انجاز، هيدا خطوه جيده ان شاء الله يعني يلحقها خطوات. الانجاز بيكون نهار اللي بينسحب السلاح من المناطق السكنيه كلها، طبعا خطوه اولى بتكون لسحب السلاح من كل لبنان، بس هيدا يعني بعده خلينا نقول يعني هون بنتذكر شعار بيروت مدينه منزوعه السلاح، يعني اليوم ايه؟ الموضوع صار بيروت مدينه منزوعه الشعارات، يمكن تمهيدا. طبعا انا برايي هيدا هدف جيد وهدف ممكن حتى بظل ميزان القوى الحالي وبظل مواقف الاطراف وحتى تمترسها حيال الأزمة السورية، هذا أمر ممكن ويخدم بنفس الوقت الأهداف المشتركة للطرفين، بس إن شاء الله الله يلهمهم يعني يكونوا عم بفكروا هيك، لأنه لحديث هلا أنا للأسف الشديد عم شوف إنه في حذر شديد من قبل حزب الله بالتخلي عن بعض الأوراق الأمنية بشكل يريح الساحة، لأنه يمكن ما بعرف يمكن عنده حذر، بس أنا برأيي هذا الأمر ممكن. تقصد سرايا المقاومة يعني؟ لا شك، لأنه هذه ظاهرة يعني ضمن اليوم بده يختار حزب الله، يعني استراتيجية اللي هو معتمدها أنه أولويته
ما يقول أنه قتال في سوريا التكفيريين وغيره. نحن وجهة نظرنا مختلفة، بتقول أنه هذا الانخراط بالحرب السورية هو اللي جاب الويلات على لبنان. لا بأس، هذا الموضوع خلافي، بس خلينا نقول الموضوع المتفقين عليه أنه نحن بدنا نريح الساحة اللبنانية شو ما كانت خلافاتنا بسوريا. شيل اسمه زورا سرايا المقاومة، هذا أمر لا يريح. وما بدي هلأ أنا يعني حط جدول أعمال، استبق جدول أعمال اللاحق. أنا بعتقد إذا بده الحوار ما يوقف عن طريق مسدود وما يخذل اللبناني. الهدية الثمرة الحقيقية اللي بيعطيها للفريقين والاثنين بيرتاحوا بتخفيف التشنج، هو الخطوة الملموسة بتكون حل سرايا المقاومة اللي هي مسمات زورا سرايا المقاومة، ما لها علاقة بالمقاومة. يوم جريدة المستقبل يلي رحبت بخطوة نزع الشعارات من العواصم الثلاثة مثل ما جاء في المانشات، قالت انه بين الوظائف الاستراتيجية المدعاة للسلاح الحزبي وبين الفلتان العشوائي له بين الناس والأحياء السكنية هنالك صيغة وسطية يمكن المعنيين أن يفتشوا عنها ويضعوها موضع التطبيق. هل في موقع وسط يعني بهذا المجال؟ صحيح. لا أنا بقول هذا الكلام دقيق وصحيح. يعني كيف نحن اليوم كيف ممكن يكون نحن وسط؟ اليوم الخلاف الكبير حول سلاح حزب الله ووظيفته ودوره بدنا نحطه بقناة استيعاب، ما بدنا نحطه بقناة مواجهة. وهذا في متفقين اللبنانيين عليه. يعني هذا ما حيحصل دفعة واحدة. في شيء قابل للتحقيق وممكن ويحفظ المصالح الاستراتيجية والكبرى للفريقين هو مثل ما قلت يعني هذا الساحل المتفلت في المدن وفي ما له علاقة أبدا بالقضايا اللي بده إياها حزب الله بأولوياته سواء المتعلقة بسوريا أو المتعلقة بإسرائيل. نعم، داخل اللبنان بدنا نريحه. هل الحزب يعني بوارد أنه بهذا المعنى يتخلى عن الحصانة اللي بيتمتع فيها بالنسبة لحمل هذا السلاح؟ يعني هون بنتذكر كلنا موقف الوزير لحود الله يرحمه وقت اللي كانوا بالبيان الوزاري بده يحطوا بكرف الدولة وقامت الأيام يومها ولم تقعد. تغيرت الأمور اليوم؟ لا ما تغيرت للأسف، حتى رجعت لورا. وأنا بدي أكون صريح يعني بهذا الموضوع، لا ما تغيرت أبدا وبالعكس يعني أسوأ. وإنما اللي تغير هو خلينا نقول الأولويات تبع حزب الله لم تعد مثل مرحلتها داخلية، يعني بمعنى استخدام هذا السلاح لتعزيز موقعه بالسلطة. اليوم هذا السلاح يستخدم لتعزيز موقع إيران بسوريا، تغيرت الوظيفة الاستراتيجية. بس إنما السلاح هذا بنظرنا ما زال خارج إطار الدولة وخارج توافق اللبنانيين. بس نحن الفرق أنه نحن بدنا له حلول تدريجية وإبلانين أنه هذا الأمر يحصل بحلول تدريجية. نتأمل أنه حزب الله يوصل لنفس القناعة. إنما بدي أرجع أقول وكمان هون بدي أكون صريح حتى ما نغش اللبنانيين، ما يحكى عن تخفيف الاحتقان وتخفيف التوتر عم يحصل، كمان بدي يكون دقيق، عم يحصل من جانب واحد. نحكي بصراحة ما بدنا نسمي الأمور يعني ونتخبى وراها، من جانب طبعًا تيار المستقبل طبعًا يعني طبعًا والفريق اللي اسمه 14 أزار. وين عم تلمس العكس عند الفريق؟ ما في أي تقديم. يعني اليوم عم بتم بالثمن السياسي اللي عم يدفعه، عم يدفعه فقط تيار المستقبل وحلفائه بموضوع التهدئة. وهذا أمر أنا مش ضده، بالعكس نحن يعني إذا حدا بيملك رصيد وعم بيقدمه كرمال التهدئة هذا أمر جيد. وأنا بعتقد يعني على المدى الاستراتيجي ما بيخسر تيار المستقبل. بتخاف إنه ينفهم غلط، ينفهم نقطة ضعف؟ لا مش بس بينفهم نقطة ضعف، ممكن يعطي ردة فعل سلبية بالساحة السنية لاحقا. حتى الآن مش هيك حاصل. انه انتو طب شو عم تعملوا من ناحيتكم؟ عم تعملوا كل شيء وعم تقدموا كل شيء بتملكوا، الأجهزة الأمنية اللي قريبة منكم عم تعمل كل الشغل المطلوب منها. الموقف السياسي من حيال الإرهاب اللي كان سواء على الحدود أو بالداخل عم تكونوا أنتوا بطليعة وبتزايدوا حتى على الفريق الآخر فيه. كل الأجواء المطلوبة منكم للتهدئة عم تقوموا فيها، بالمقابل التقديمات بالفريق الآخر متواضعة جدا. يعني ما عليها يعني شوية صور اصلا مثل ما قلت فواتير متاخره عن 2007 2008. انا ما عليه يعني انا بعتقد انه ما حدا يعني هالقد من اللبنانيين يعني مبهور لحتى يقول انه هيدا الفريق الاخر ما عمل واجباته الكامله وبعد ما قدم ما يجب ان يقدمه في سبيل التهدئه المنشوده منا جميعا. وانا متاكد انه حزب الله له مصلحه. هذه القراءه دكتور حداد بتقديرك ليش حزب الله ما عم بيمضي قدما الى الامام؟ انا هيدي عم اقول لك امر انا باسف له لانه إيه؟ لماذا بحسب قراءتك؟ انا يعني اذا بدك ما عندي انا جواب، بس عندي قراءه بتقول انه في مصلحه مشتركه بهذا الامر. ان يقدم حزب الله
على شيء اسمه يعني على مسار يصل إلى حل سرايا المقاومة، ما يسمى سرايا المقاومة، أمر مفيد مش بس للبنان، أمر مفيد لحزب الله نفسه. ليش عم يقدم عليه ما بعرف، يعني أنا هذه يعني بالعكس يعني أنا أضعها في خلينا نقول هذا السؤال أضعه برسم حزب الله نفسه. يعني بخانة التداعيات الوزير مشنوق اليوم بيقول للنهار خطوة إزالة الشعارات على هي يعني خطوة أولى على طريق الاستقرار بكل لبنان. سئل عن الخطة الأمنية بالبقاع الشمالي فأجاب ستتم بالقريب العاجل. لماذا لم تبدأ بعد أو لم تنطلق بعد الخطة في البقاع الشمالي؟ هل تعتقد العوائق سياسية أم جغرافية إذا بدي أقول؟ هلا اكيد وضع البقاع له خاصيه لانه هي منطقه على التباس مع المناطق السخنه بسوريا مطرح ما حزب الله عم بخوض حرب. نعم. وانا بعتقد انه الخطه الامنيه لا تتضمن يعني مثل ما انا كنت بتمنى تسكير الحدود من ميلتين واعاقه يعني اي عمل بالاتجاهين بما فيها يعني ما يقوم به، بس هذا الامر مش على جدول الاعمال، فيمكن هذا الجانب يضع خطه البقاع شوي على ما بدي اعطي اسباب تخفيفيه. إيه؟ بس في قضايا ثانيه متعلقه بالاجرام العادي، يعني الاجرام اللي له علاقه بخطف الناس، بخطف السيارات، بقتل الناس ببيوتها مثل بتدعي الى اخره، بمجموعه قضايا هولي ممكن يستعلي الاجوبه حولها لا تغزيني ما زالت شوي ساذجه، انه ما عليه روحوا جيبوهن وخذوهن. طب هيدي ما عليه، كل بيعرف انه كل من يقوم بعمل جرمي في منطقه من اللبنانيين ولا تستطيع الدوله انها توصل له، معناتها انه يحتمي اذا مش جسديا وماديا يحتمي معنويا بجهه سياسيه، فما حدا بقى هذا الكلام بيزي يردده لانه في اهانه للذكاء اللبنانيين. اللي ارتكبوا جريمه بتدعي بعد شهرين من انه هذه الجريمه المروعه انه يكونوا بعضهم عم يسرحوا ويمرحوا، مين ما كانوا ان شاء الله يكونوا مسيحيين دروز شيعه سنه شو ما كانوا، بس بعدهم عم يسرحوا ويمرحوا والدوله بتقول انه مش قادره تجيبهم، وبنفس الوقت حزب الله او حركه امل بتقول انا مني مغطيهم، هذا امر مش مقبول واهانه للذكاء اللبناني خاصه انه لكرامتهم يعني. بالاسماء يعني حتى بالجرائم الاخرى من التداعيات ايضا لخطوه الامس بتشوف جريده اللواء انها ستفعل عمل الحكومه على اعتبار انه التفاهم بين حزب الله والمستقبل ركيزه من ركائز حمايه لبنان وسد النوافذ امام الرياح الهوجاء الاتيه من الحرب السوريه. رح تكون في برايك تداعيات على عمل الحكومه؟ ما لهم علاقه كثير ببعضهم، هن اكيد اي شيء ايجابي بياثر على اجواء الحكومه، يعني لما بيحصل شيء انفراج بالبلد اكيد بخفف التشنجات وبخفف المتاريس بمجلس الوزراء، يعني اليوم مجلس الوزراء ما توخزيني هو مجموعه متريس، يعني 24 متريس بس لا يعني خففهم شوي لانه يمكن بلكي في شيء 7-8 قوى سياسيه مشاركه بالموضوع، اكيد اذا كان يعني بيحصل انفراج بالشارع نتيجه الخطه الامنيه بيحصل انفراج بالاجواء، بيحصل انفراج بالاعلام، لا شك انه مجلس الوزراء يشتغل بأجواء نظيفة أكثر، بتصير اعتبارات الأمنية والإعلامية والمذهبية ما كتير بس يعني أنا ما عندي كتير خليني أقول تفاؤل بهذا الموضوع لأنه القاعدة التي وضعت عن خطأ، هلأ بعرف عن حكمة من قبل رئيس تمام سلام أنه ما بيقدر كان تقلع هاي الحكومة إذا ما يعني ابتدع هذه قاعدة الإجماع، بس للأسف عم توصل يعني لحدودها. اليوم البلد مشلول، يعني 24 شخص يكون عندهم حق الفيتو، السابق كان في فضيحه اسمها الثلث المعطل، يعني كيف كنت تحطوا يعني كيف فريق وفريق وازن يعني ويمكن مطلب سياسي مشروع انه يكون اليوم 24 وزير واحد معطل، يعني صار عنده صوت واحد بدل 7 أصوات كان بقى 8 أصوات بالوزاره، اليوم صوت واحد بعطل لك كل شيء، بوقف لك قضايا بكبر خليني اقول يعني بكبر إلى طابع استراتيجي مثل قضايا المخطوفين. نعم. اللي هي إلى طابع استراتيجي المخطوفين العسكريين بامور يعني تقنيه بامور تقنيه صغيره مثل تعيين مدير ما توخزيني بشي محل باخر الدنيا او بشي، مع احترامي للكل مع احترامي لكل المدراء ومع احترامي لقضيه ما لها علاقه ابدا لا بالسياسات الوطنيه مثل عمال الكازينو او موظفي الكازينو، يعني امور ما توخزيني ما بتعتقد يعني انه بما انك اشرت للثلث المعطل انه الثلث المعطل والوزير المعطل هن نفس الشيء بالنهايه؟ اسوأ لا هيدي الوزير المعطل اسوأ من الثلث المعطل، لانه الثلث المعطل لانه الثلث المعطل كان تبرير او وانا ما بقبله اكيد وماني موافق عليه، بس على الاقل إلى تبرير سياسي بمعنى انه في جهه سياسيه وحده تقف على خط الانقسام بين اللبنانيين اللي هن منقسمين بين بعضهم، بدها تعطل الجهه الاخرى تاخذ قرارات تضر بمصالحها، قد يكون مع اني انا مش موافق عليه، بس انه وزير اليوم يعني وما بنعرف شو اجندته بتبقى
مرات أجندة بتبقى يعني خاصة جدا، مش ضرورة يكون أجندة إلى علاقة بالوضع العام أو إلى علاقة بالمصالح استراتيجية أو بالمصالح الكبرى لإمبراطوريات الطوائف، كما يعني اليوم يعني كل شيء صار بده لازم يمرق شي معبر طائفي، لأنه للأسف الشديد المؤسسة الأم للحكم في لبنان اللي هي رئاسة الجمهورية تم يعني تعطيلها، وهلأ المؤسسة اللي هي تنفيذية الأساس يعني لمجلس الوزراء تم تعطيله، هذا وضع ما بيقدر يكمل كتير. بعد الفاصل، رئاسة الجمهورية، نتائج جولة المبعوث الفرنسي، والأمن على الحدودين الشمالية والجنوبية. لحظات ونعود.